بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وحضراتكم بخير وبصحه وبعافيه، ويعود علينا الايام ان شاء الله بكل خير. اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم على مباراه ارسنال وتشيلسي. المباراه اللي ارسنال ده مفاجاه كبيره جدا، وبيكسب بهدف ايمن سميث راو عكس كل التوقعات، عكس كل الكلام اللي كان قبل المباراه. حاليا المباراه نوعا ما بالنسبه لتشيلسي هتكون سهله، بس كعاده ارسنال احنا بنيجي في الماتشات بتاع ديربي لندن دي وبنتغير، وبالذات بقى لو احنا كسبانين تشيلسي في الدور الاول 3-1. في الدور الثاني بقى لو كسبناهم نبقى في اسوء حالاتنا، واحنا فخر لندن الحقيقي. طب بالنسبه لمايكل ارتيتا بقى هتعمل ايه عشان خاطر تكسب مباراه زي دي؟ مفترض ان هي دي الحاجات اللي بتاكلك عيش، ماتشات فخر لندن وماتشات الصراعات مع فرق لندن هي اللي انت بتحبها. طب هعمل ايه بقى النهارده؟ هو توماس توخيل بينجح ازاي في تشيلسي؟ مش بال 3 4 2 1 بتاعته دي؟ انا عندي لعيبه تخلينا على 3 4 2 1. ارتيتا طب انت ما عندكش ثلاثه كويسين في خط الدفاع عشان تلعب بيهم؟ لا، هلعب بابلو ماري، وهلعب كمان بجنبه بروب هولدنج، وهلعب كمان بجابرييل. طب كويس، حلوه الثلاثه دول، عرفت تصرفها صح ارتيتا. هتلعب بقى بمين على الاطراف؟ هلعب على الاطراف بياكو ساكا ناحيه اليمين عشان سريع، وكيرن تيرني هرحله قدام. يعني انا مرمى كيرن تيرني ده معايا بقى لفتره طويله، يترحل قدام يبقى بيلعب باك شمال. وتفونوس هتلعب مين بقى؟ قال لك هلعب محمد النني و توماس بارتي. تمام، ان الجبالة دي ما اقدرش اعترض عليه، حتى لو في اسوء حالاته هيبقى احسن من تشاكا ب 100,000 مره، وتوماس بارتي برده جاي بيخلص عندك، فنني كده كده احسن من اي حد فيهم. حط كمان توماس بارتي معاك، كويس والله حلو. مين بقى الاطراف اللي هيبقوا تحت الفرويد؟ لا ما عنديش انا اطراف، انا عندي لعيبه بتلعب في العمق، ما بحبش انا جو الاطراف ده. طب هلعب ايميل سميث راو، وهلعب كمان معاه الاسطوره مارتن اوديجارد، ومهاجم هيكون بقى مين؟ لاكازيت. صح، هو لاكازيت اللي اعرف يشتغل مع المجموعه دي. لا، اوباميانج يا معلم انت كده بتلعب دفاع ولا بتهاجم؟ انت بتنايل ليه؟ طيب ما تفهمنا انت عايز ايه من المباراه؟ لا ما لكمش دعوه، انا عايز ان انا اكسب النهارده وهكسب بطريقتي. طب الناحيه الثانيه كده كده الناحيه الثانيه معروف توماس توخيل 3 4 2 1 بيغير بس في العناصر، معروفه بالنسبه له الدنيا عامله ازاي جوه الملعب. بيلي جارمور موجود النهارده مكان نجولو كانتي جنب جورجينيو، بس المشكله كلها في الماتشات اللي بتلاقي جورجينيو فيها بيلوش، تيجي تقلق وتعرف ان انت في مصيبه. موجود بن شيرويل موجود الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه كان موجود فعلا الاسطوره ريجنز، وقدامهم موسو مونتو و مين كان بيلعب؟ كريستيان بروسيتش، ومهاجم وحيد كاي فيرتس. حلوه التشكيله دي، لذيذه التشكيله دي والله. كده كده هنكسب ارسنال باي حد. تبدا المباراه اصل ده مش 3 4 2 1 ده ارتيتا، دي 5 3 2 واضحه يا اسطى. بص هي 5 4 1 واضحه. بص هو احنا كده كده واضح ان احنا نازلين ندافع الماتش ده، بس حلو والله ارتيتا الشغل المعفن ده حلو. بعد كده تلاقي ان جورجينيو بيرجع لكيبا علشان خاطر كيبا ده حارس الحظ كله بيجري وراه، والكره بتروح على المرمى علشان خاطر الراجل يلحقها بالعافيه، يجي اوباميانج يبص يلاقي سميث راو اسهل للتسجيل، فيلعب سميث راو فسميث راو يسجل. سجلنا بقى الهدف الاول، نرجع بقى رجاله نركن الباص. على اساس انت كنت عامل ايه قبل الهدف الاول؟ انت كده كده كنت راكن الباص، راكنين احنا الباص، و تشيلسي كده كده حظه سيء. الكره قبل الهدف كان كره في كوره راجعه لبابلو ماري، بابلو ماري استلمها بطريقه سيئه، فكاي فيرتز راح بيها انفراد، وكاي فيرتز لوش وضيع. كاي فيرتز كنت بقول عليه ان هو بارد وهادي قدام المرمى، حب يعملها لوب فطلعت منه بدري، فقلت خلاص واضح ان المباراه دي رايحه لارسنال، لان السيناريوهات دي اعرف ان في حاجه غلط، واحنا اعرف ان في حاجه تحصل عكس المنطق. فعلا بعد الهدف قلت خلاص واضح ان الموضوع صعب ان تشيلسي يرجع في الجيم، لان حتى وتشيلسي عمال يهاجم وتشيلسي عمال يضيع، واضح ان تشيلسي مش هيرجع في الجيم. طب نخش للتاني بقى، نحاول ننزل زياش بقى، ونطلع بيلي جارمور وننزل مكانه جولو كانتي، ونحاول ان احنا نحلها، ونحاول نشوف مهاجم زي جيرو في الماتشات دي شغال زي فل، ونحاول كمان لو في كلام هوتس الموضوع يبقى والله الله ينور. فعلا الراجل عمل كده بالظبط، ونزل حكيم ونزل كلام ونزل كمان جيرو، بس رغم كده الفرقه عماله توصل وتضيع. رغم كده تلاقي ان الكره بسم الله ما شاء الله بتخبط في ايد لعيبه ارسنال وما بتتحسبش، زي لقطه روب هولدنج اللي بوسو مونتو مشوطها وجت في ايده بس ما اتحسبتش وعدت دي، تلاقي ان الكره تبص في العارضه، تلاقي ان برد لونه بيتالق، تلاقي اي حاجه بتحصل الا ان تشيلسي اتعادل النهارده. علشان خاطر ايه بقى؟ علشان خاطر عمك مايكل ارتيتا يطلع يتكلم بعد المباراه. فديربيات لندن ارسنال دايما بيعرف يطلع نتيجه ايجابيه. طب بالنسبه بقى للماتشات، لا مالهاش دعوه. طب انت كسبت ايه النهارده بعد الثلاث نقط اللي انت كسبتهم قدام تشيلسي في ديربي لندن غير انك كسبت تشيلسي رايح جاي؟ وصلت المركز الثامن ب 55 نقطه. طب المركز الثامن ده بيأهل ليه يا عم ارتيتا؟ كويس انا كسبت تشيلسي النهارده، انتوا عايزين اي حاجه ثانيه كمان ما تركزوش، المهم المكسب. طب المكسب باداء كويس بطريقه ارسنال يعني؟ لا. طب احنا كنا عارفين ندافع بالخمسه 4-1 بتاعتنا دي في الحاله الدفاعيه؟ لا، احنا كنا وحشين جدا. طب ما احنا نزلنا الملعب بنايه ليه؟ طيب عم ارتيتا نزلنا نكسب، طب المكسب ده هيودينا فين؟ مش هيودينا في اي حته. الموضوع صعب جدا بالنسبه لارسنال والله يا جماعه، صعب جدا. بتتكلم تشيلسي لعب مباراه كويسه جدا، لعب مباراه الحظ خانه فيها، غير كده
اصلا ما يستحقش ان هو يكسب، بس هي الكوره كده. مباراه ارسنال بيقدمها بطريقه جيده، ومباراه ثانيه ارسنال بيقدمها بطريقه سيئه، وسبحان الله العكس دايما بيحصل، ارسنال بيكسب وهو سيء، وارسنال بيخسر لما بيقدم مباراه كويسه. هو ده الدوري الانجليزي يا صديقي، ما حدش فاهم اي حاجه. هي احلى حاجه عملها النهارده انه خلى مباراه ليستر وتشيلسي ليها طعم تاني، الطعم ان احنا نخلص على المركز الثالث يعني. دي احلى حاجه عملها النهارده ارسنال وتشيلسي. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وكل سنه وحضرتك طيب بقى، احنا بعيد الفطر واعياد، ويعني خلينا نعمل لايك او سبسكرايب للفيديو عجبك، لو ما عجبكش خلينا دوس لايك وش تموت زي ما تقول قول.